السلام الله عليكم خوتي اخواتاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. الموضوع ديالو غيكون موضوع تتعلق بالطيور ورسالة مهمة غادي يرسلها لنا مقطع فيديو كرتوني، فهي خصوص تربية الطيور او علاقتنا بالطيور البرية او عامة بالحيوانات. خليكم مع الفيديو وخليو لي شي كومنتير زوين، جيم بارتاج مع الاخوان باش توصل الفكرة. وحاجة أخرى قبل ما تمشي تفرج، كنتي أول مرة تشوف هذه القناة؟ وعزيز عليك تربية الطيور، معلومة، أمراض، علاج، أي حاجة متعلقة بالطيور ممكن أنك تلقاها في القناة. ممكن أنك تسولنا احنا في التعليق، ممكن أننا نديرو فيديو تحت طلب ديالك. كان معكم يوسف، خليكم على الفيديو. غنشوفوا الرسالة اللي غادي يوصل لينا هذا المقطع. كما تشوفوا معايا، هذيك الفتاة تضرب هذاك الطير جات فيها الضربة وتحلق. الفتاة فرحانة، هذيك البنت صغيرة فرحانة، وملي طاح هذاك الطير جات امو، جات ليه تودا، يعني باقي صغير، يعني فرخ صغير، وامو جاية مقابلاه بغات تعتقو. وكما شفت هذيك الدرية الوضع بقى فيها الحال، ما نقولوش بقى فيها الحال، ولكن بغات تشوف شنو هو رد الفعل. اش تدير هذيك الطير الكبيره؟ اش تيدير لهذيك الفرخ الصغير اللي ضربات هي؟ الام ديالو تتحول، يعني تتحول معاه، ولكن دون جدوى، ما كاينش رد الفعل، يعني بحال الطير مات. ديك الدريه بقى فيها الحال بزاف، وهي تتبكي، مشات هربات باش مشات للدار تجيب شي حاجه تداوي، ولا ما عرفت تجيب دير، ما خافت من المنظر اللي شافت بزاف، هربت للدار. كما تنشوفوا ان الطيور حتى هما عندهم الاحاسيس، هادشي اللي بغى يوصل لينا هاد الفيديو هذا، ان حتى الطيور عندهم الاحاسيس. وكما تنشوفوا معنا ان الدريه هادي مشات نعسات، ولكن هذاك الكابوس ديال ان هذاك الطير اللي ضربات و يعني داكشي اللي شاف بقى فيها الحال، ما خلاهاش تنعس. هي هادشي تيوهموا ليها راسها انها دايرين بزاف، يعني المهم بقى فيها الحال بزاف. كما تشوفوا معنا ان الطيور تخيلاتهم دايرين كلشي حزين على داك الطير اللي قتلات، داك الفرخ اللي قتلات، الاشجار والورود والطيور والغابه كامله حزينه، وهي بقى فيها الحال، وما دايرين المراسم باش انهم يمشيو يشوفوا هادشي كامل غير في دماغها هي. يعني كامل الحيوانات اللي في الغابه تيبكيو على داك الطير. هذه رسالة مني للناس اللي غادي يشوفوا هذا الفيديو، وهما تيهزوا عشاش عشاش من الغابة من الطبيعة باش يطعموهم. هذه تدير واحد اكبر غلط، وان شاء الله غادي نكونوا احنا غادي نوصلوا واحد الرسالة، هي اننا نتفادوا اننا نهزوا فريخات، وخصوصا ديال المقنين، حيت نظرا انه قريب انه انقرض او انه انقرض. ولكن الاخوان ربي وفرخ ودريسي، اما تهز من الغابه راه ما بلانش. المهم كما رزيتي هذيك الفريخ في ولادو، ربي راه غادي، اذا ما رزقش انت في ولادك راه غادي يعاقبك بطريقه اخرى. المهم نرجع للموضوع ديالنا، من بعد ما كانوا الطيور غادي يدفنوه وجات الشتاء، وهو يفيق من بحال نقولوا غيبوبه وتضرب في راسو، يعني كما تشوفوا انه فيها واحد الضربه في راسو، وكلشي فرح بالعوده ديالو وانه ما ماتش، والطيور كامله فرحانه، والغابه كامله رجع ليها الحياه، وهذيك البنت ما الفرحه ديالها خرجت عاوتاني بغات تفرح، وشافوها الطيور كاملين وهما يهربوا مره واحده، يعني بغات تجدد معاهم العلاقه، وبغات يعني ندمات على هذاك التصرف اللي دارت. وكما تشوفوا غادي تعيط لهم، غادي شي يجيو هما، ما غاديش يجيو، حيت ان يعني الاكبر عدو للطبيعه هو الانسان. الطبيعه تكون زوينه ما دام ان الانسان ما تدخلش، تدخل الانسان غتكون الطبيعه تخربت.
كما تشوفوا معنا هذاك الطير الصغير هو اللي انه بحال قبل الاعتذار ديالها وجا سبق تياكل فيديه وسبق لهم كاملين. وكما تشوفوا معنا انهم داروا الثقه بسبب هذاك الطير الصغير. يعني كما دير الخير غادي تزرع الخير وغادي تحصد الخير وغادي تحصد الخير.